اليوم كان جاء عندنا واحد المشروع ديال البداية ديال العمل من وراء جائحة كورونا، وكيفاش غيخدموا مثلا الانطلاقة تكون ديال الحافلات. طبيعة الحال جات الوزارة جابت واحد المقترح ديال هذا الدفتر التحملات اللي هو كنقولوا مازال ماشي نهائي، فيه بعض السلبيات وفيه بعض الإيجابيات اللي هو عندنا فيه بعض الملاحظات راه حنا غنذكروها، اللي هي كالآتي. مثلا كيجيو كنمشيو كيقول لك وضع واحد بروتوكول مراقبة، هاد البروتوكول ما فصلوش مثلا معنا كيفاش غنراقبوا هاد الناس، شكون اللي غيتكلف بالحرارة، واش غتكون وزارة الصحة تما عندنا في المحطة الطرقية او لا ما غتكونش. كنجيو عاوتاني لواحد النقطة ديال عند ظهور واحد الحالة اثناء الرحلة، من الجهة المعنية اللي غيتصل بها هاد السائق او هاد المساعد ديالو. المشكل عاوتاني كاين واحد المشكل ديال التوفر على شهادة التعقيم ديال الحافلة. هاد الشهادة التعقيم واش هاد المستوصف الصحي ولا هذا اللي غيكون، واش غيكون في المحطة الطرقية وكان وبغينا يكون فيها، ومن طبيعة الحال يكون على مدار 24 ساعة، لأن هناك عدة اختلالات أو اختلالات نسميوها اختلالات، لأن كاين بعض الحافلات اللي كيمروا بالليل وكيمشيو بالنهار، ويعني شكون اللي غيضبط هاد الأمور ديالهم. كاين المشكل ديال الناس، الغياب التام اللي ما جاش في الدفتر التحمل، هذه هي النقطة الأساسية، واحد الغياب التام ديال الأطفال ما ذكروش، وكنلقاو فيه مشكل حنا لا في هذه المرحلة ديال كورونا ولا من قبل كورونا. يعني ملي كيجي واحد المسافر كيكون جايب معاه واحد الوليد ديالو، واش غيحطو حداه، ما كيبغيوش يخلصونا، كنلقاو معاه مشاكل في الأداء، ما نكرهمش حنا، يعطيونا واحد الوثيقة ولا يحدوا لنا فيها السن اللي كيحكم على هذا المواطن مثلا، واش غيخلص عليه في هذا السن ولا هذا السن ما يخلصش. وهذه كنلقاو فيها كنوركوا عليها مزيان هذه القضيه ديال هذا، وما جاش كاع في هذا الكيتشارج الاطفال. كاين عندنا واحد المشكل ثاني ديال التوقف على راس كل ساعه، يعني هذه الحافله يلا غتخرج مثلا، وخصوصا اللي كيستعملوا طريق السيار، ومع العلم يعني ممنوع التوقف في طريق السيار، واش ضروري هاد كل ساعه؟ يعني لا حبذا يزيدوا ناقشوا معاهم فيها. حتى هي كاين سجل ديال المعلومات الصحيه، غنلقاو واحد المشكل في الصعوبه ديال التدقيق ديالو، ماشي في النقطه ديال الانطلاق وانما في النقاط ديال العبور. يعني ملي غيطلع هاد المسافرين او لا واحد المسافر ولا مسافره كيكونوا بعض المشاكل، يعني ملي غيطلب منها البطاقه التعريف ديالها والهاتف، تكون واحد الاكراهات، ربما كاين اللي ما كيبغيش يعطي المعلومات ديالو بالنسبه ليه هو كيقول شكون انت مثلا، انت غير مساعد سائق ما نعطيكش هذا التعريف ديالي. هذه حتى هي نقطه، عدم وضوح بالنسبه لاستئناف العمل وطريقه العمل المصالح الخارجيه والمده الزمنيه. مثلا هذه المصالح الخارجيه كيقول لك مثلا خصنا ينسق واحد المفتش ديال واحد المدينه مع واحد المدينه، وكيمشي يدير واحد الطلب هذاك الناقل. هاد الا درنا هاد الاجراء شحال غيكون مثلا المده الزمنيه ديالو؟ ما حدوهاش معنا هنا، واش نهار واش يومين واش ساعه، واش يقضيو معنا المشكل في رمشه وعين ولا مثلا هذا ولا سير بلاص. هادو هما اللي هاد الساعه اللي كاينين. وبالنسبه للمسائل الاخرى ديال النظافه وديال هادي، هذا راه شيء طبيعي، راه اي واحد كيقبل به، واي واحد كمامات مثلا ندير قبل ما يطلع الكارما والتعقيم، هذه مسائل اللي هي كيبان لي راه متجاوز عنها وفي متناول الجميع. وكاين المشكل يعني كما كتعرفوا اليوم المهنيين راه يلاه خارجين من واحد الازمه، وربما هذه القضيه غادي غتكون مكلفه ليهم. حنا الناس ما غايجيوش يفرضوا على النقال، حنا ما باش يفرضوا يخلص هذا الشيء هذا. كنشوفوا اليوم مثلا الطاكسيات كانوا كيعقموهم الجماعات، لدرجه السائقين ديالهم داروا لهم قاموا لهم بتحليلات بدون مقابل. هذا الشيء كنطالبوا به اليوم حتى حنا كمهنيين بالنسبه لنقل المسافرين، يعني حتى حنا هذه الخدمه توفر لنا مثلا الجماعه اللي تابعه لها المحطه، راه المحطه كتدخل لها راه عندها مداخل ديالها. ملي كنجيو مثلا من هذا كيقول لك مفروض عليك التحليله، مزيان، وين هي التحليله؟ على حساب من؟ واش على النقال؟ واش على الدوله؟ واش على هذا الفضاء اللي العمومي اللي غيتكلف؟ ما عرفناش، ما وضحوش معنا هذه الامور هذه، وهذا هو اللي